أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة مشكلة النمو السكاني، كما وجه أن يكون ذلك بقيادة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة كلها مدعوة مثل الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفين والمفكرين والحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية لكونها من أكبر المشكلات. المجلس القومي للسكان بصراحة محتاج ان هو يعني اقل ما يمكن ان احنا نعزز دوره خلال المرحلة دي والفترات طويلة لغاية لما نقول ان احنا حققنا شكل من اشكال النجاح. ولكن فانا هقول دولة رئيس الوزراء يبقى مسؤول هو رئيس المجلس في المرحلة دي، لكن بقول تاني إن الدولة كلها مدعوة، الإعلام، رجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفين والمفكرين، محتاجين طبعاً الحكومة، الكل مدعو، منظمات المجتمع المدني تساهم في هذا الدور أيضاً. أنتم مدعوين لمواجهة مشكلة هي من أكبر المشاكل اللي النهاردة كان المواطن في الخمسينات كانت بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بالجنيهات ديت، ودلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد.